كينكي. إدانة قاض بممارسة الجنس مع سيدتان في مكتبه. كلتا السيدتان كانتا طالبتي حقوق عند القاضي سكوت ستينر، ووجدت هيئة مراقبة العمل القضائي بكاليفورنيا أن القاضي مارس الجنس مع متدربة في 2012. وبعدها حاول ترتيب عمل لها في مكتب المدعي العام، كما ضاجع محامية ادعاء أخرى في مكتبه خلال وقت الدوام الرسمي في أيار، لكن القاضي ما زال على رأس عمله الذي يتقاضى فيه أجرا يقارب 180 ألف دولار سنويا. Public censure is the most severe punishment that could have been handed down to Judge Steiner, short of removing him from the bench completely. Yeah, I think he should be removed. I don't think that he should stay, you know, in that position. I mean, he's taking advantage of his position and taking advantage of women also.